بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اليوم راح نستمر في النهايات والاتصال، وراح ناخذ اللي هو حساب النهايات باستخدام التعويض المباشر. بداية خلينا نشوف هذا المثال. أنا عندي الدالة دال سين تساوي سين تكعيب ناقص 2 سين ناقص الواحد. المطلوب إيجاد نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى 2. فكرة الحل، طبعا نحن مثل ما تعرفنا سابقا كنا ناخذ قيمه يمين العدد 2، يمين العدد 2 مثلا على سبيل المثال 2.0001، طبعا يمينه معناته اكبر، جيد، ونعوضه بالاله الحاسبه، جيد، وناخذ ايضا عدد يسار العدد 2 مثل ويش؟ مثل 1.9999، يعني يسار وش معناته؟ اصغر منه، ونعوضه ايضا بالاله الحاسبه. الآن راح نستخدم نحن الآلة الحاسبة، وراح نستخدم نظام ستور، لأن أفضل أن هذا النظام دائما نظام التخزين. الآن أنا عندي الرقم 2.0001، راح أحفظه في الآلة الحاسبة، أضغط شيفت لبعض الآلات الحاسبة، بعضهم شيفت، ثم بعد ذلك STO، وأحفظه مثلا في الخازنة A، ثم بعد ذلك أضغط الرقم الآخر 1.9999، وايضا اضغط شيفت لبعض الالات الحاسبه مثل ما اتفقنا، واضغط بعد ذلك STO، واخزنه في الستور بي. ثم ندخل المعادله العاديه، يعني راح استبدل بدل السين الموجوده هنا بماذا؟ بA التي تمثل يمين اللي هو العدد 2، فراح نقول A تكعيب ناقص 2A ناقص الواحد يساوي، طبعا انا احصل على الA من خلال ماذا؟ من خلال رمز الفا الموجوده في الاله الحاسبه مثل ما تعرفنا سابقا. راح يظهر لي ناتج. ما هو هذا الناتج؟ هذا الناتج بهذه الصورة. طبعا الكل يعرف أن هذا الناتج يؤول ويقترب، إذا نحن أخذنا قيمة أقرب من 2.0001 راح يقترب أكثر فأكثر من ماذا؟ من الثلاثة. إذا النهاية من جهة اليمين أم اليسار؟ نعم، من جهة اليمين. تساوي كم؟ تساوي 3. بنفس الصورة تماما فقط لا غير، أقوم باستبدال كل A موجودة، أمسح كل A موجودة في الآلة الحاسبة واستبدلها بماذا؟ ببي. استبدلها ببي هذه الصورة، استبدلتهم ببي، وأضغط يساوي، يطلع لي هذا الرقم الذي يؤول إلى كم؟ إلى 3. إذا النهاية من جهة اليمين أم اليسار؟ فعلا من جهة اليسار. ليش؟ لأن البي تمثل جهة اليسار، إذا من جهة اليسار تساوي 3. نلاحظ أن من جهة اليمين تساوي من جهة اليسار تساوي 3، إذا حسب القاعدة النهاية بشكل عام تساوي كم؟ تساوي 3. بعض الطلاب راح يقول لي استاذ نحن الان نعوض بقيمه قريبه جدا من الاثنين من جهه اليمين، فيظهر لي ناتج قريب جدا من الثلاث، وبعد ذلك اقوم بالتعويض برقم يسار العدد 2 ويظهر لي عدد قريب جدا من الثلاثه. يا استاذ ليش ما اعوض بالرقم 2 نفسه ويطلع لي الجواب 3؟ اقول لك فكره ممتازه جدا، فكره ممتازه، ولكن إذا أردت أن تطبق هذه الطريقة لابد أن تعلم أنك تعوض بالنهاية، فليس المقصود هو التعويض المباشر، ليس المقصود بالتعويض المباشر بهذه الصورة، وإنما التعويض برقم قريب جدا من العدد 2، ولكن من باب التسهيل فقط لا غير، وليس من باب الصحة، من باب التسهيل فنحن نقوم بالتعويض بماذا؟ بالعدد 2، جيد؟ فهنا لاحظ، خلنا نشوف الآن لو أنا عندي هذه الدالة السابقة، جيد، فرح أقوم أستبدل كل سين بماذا؟ باثنين. 2 تكعيب ناقص 2 ضرب 2 ناقص الواحد، يطلع الجواب هو نفسه كم؟ نفس الثلاثة. إذا أقول إن النهاية تساوي 3، بدل لا أجلس أعوض من جهة اليمين ومن جهة اليسار، هي مباشرة باستخدام ماذا؟ التعويض المباشر. واضح الأمر؟ إذا يمكن نحن نخلص إلى هذه القاعدة الجميلة جدا. فيقول لك إذا كانت الدالة دال سين كثيرة حدود، ماذا نقصد بكثيرة حدود؟ مثل سين أس 5 زائد سين أس 4 ناقص سين زائد 7 وهكذا، مجموعة من الحدود، جيد؟ فيمكن أن نحصل على النهاية للدالة دال سين عندما سين تؤول إلى الألف من خلال ماذا؟ من خلال تعويض عن الدالة، عن قيمة سين في الدالة بماذا؟ بألف، بهذه الصورة مثل الصورة السابقة. ويمكن أيضا أن نعمم هذا الكلام ليس على كثيرات حدود، وإنما على أي دالة،
إلا في بعض الدول الخاصة التي سوف نتعرف على اللي هو مشاكل موجودة في هذه الدول. إذا بشكل عام سوف نقوم بالتعويض المباشر لأي دالة نجدها، لأي دالة. خلينا نشوف هنا، نهاية يقول لك نهاية الدالة سين زائد اثنين عندما سين تؤول إلى سالب خمسة كثيرة الحدود، نعوضها تعويض مباشر. إذا راح نشيل كل سين موجودة بماذا؟ ونعوضها بسالب خمسة زائد اثنين. إذا لاحظ السين استبدلت بكم؟ بسالب خمسة مباشرة. زائد اثنين كم فيها؟ طبعا سالب ثلاثة. نهاية أخرى، نهاية سين ناقص سين تكعب زائد الواحد عندما سين تؤول إلى واحد، شو أسوي؟ ما محتاج إلى التعويض من جهة اليمين واليسار، مجرد استبدال كل سين بكم؟ بواحد فعلا. إذا سين ناقص استبدال عادي تماما، يعني كأنه حل معادلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه نحن نقوم بالاختصار الآن فقط لا غير، وإنما أصل النهاية التعويض من جهة اليمين ومن جهة اليسار. جيد، ونلاحظ أمرا هنا، طبعا الجواب هنا واحد، نلاحظ أمرا أنه لما أنا أعوض عن النهاية بالقيمة هذه خلاص أشيل السي النهاية، رمز النهاية شلته، فمباشرة مجرد التعويض ما أكتب النهاية، ما أكتب رمز النهاية، خلاص أنتهي منه. شوف هنا مرة أخرى، طبعا هذه ليست كثيرة حدود وإنما دالة نسميها ماذا؟ الدالة النسبية. الدالة النسبية شوف نعوض عن السين باثنين، فعلا واحد ناقص اثنين تربيع، طبعا واحد ناقص اثنين تربيع كم فيها؟ أربعة. واحد ناقص الأربعة فيها كم؟ سالب ثلاثة. إذا الجواب اثنين على كم؟ سالب ثلاثة. نستطيع كتابته بشكل أفضل، سالب اثنين على ثلاثة. إذا مثل ما لاحظنا شباب، رمز النهاية خلاص شلنا مباشرة بمجرد التعويض. إذا يمكن نحن فعلا أن نقوم بالتعويض المباشر في النهايات. شوف هذه النهاية أيضا، نهاية الدالة سالب ثلاثة سين تؤول إلى اثنين. إذا دالة عند الآن دالة ثابتة، طبعا مثل ما قلنا نشيل كل سين ونحط مكانه كام؟ اثنين، ولكن هنا ماشي عندي سين، إذا شو أسوي؟ أحط الأرقام الموجودة اللي هو كم؟ سالب ثلاثة. وهو في الحقيقة أصلا هنا الطالب الفطن يعرف أن هنا موجود عنده سين اللي هي سين أس كام؟ سين أس صفر. فلما أشيل السين الموجودة هنا وأحط مكانها اثنين، إذا اثنين أس صفر يعني ليس له داعي اللي هو يساوي واحد، اثنين أس صفر يساوي واحد. فمباشرة للدوال الثابتة بهذه الصور نكتبها. المثال الأخير نقول نهاية الدالة سين تربيع زائد اثنين عندما سين تؤول إلى ثلاثة من جهة اليسار، ماذا أصنع؟ طبعا مثل ما قلنا يا شباب، سواء من جهة اليسار أو من جهة اليمين ليس مهما، المهم هو ماذا؟ التعويض المباشر فقط لا غير. إذا بداية نقوم بالتعويض المباشر، لاحظ راح نعوض ثلاثة تربيع زائد اثنين مباشرة، ثلاثة تربيع فيها كم؟ تسعة زائد اثنين فيها 11.